هي ندوة دولية نظمتها كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط تسلط الضوء على محورية الأدوار الجمالية للفن والثقافة في الأوساط الجامعية. ندوة شدد خلالها المشاركون على ضرورة النهوض بالأنشطة الثقافية والفنية داخل الحرم الجامعي لما له من انعكاسات إيجابية على الطلبة. تكريس الفن والثقافة داخل الأوساط الجامعية ضروري لعدة أسباب. الأول هو تشجيع الجانب الاجتماعي للطلبة، والثاني لا يقل أهمية عن الأول، وهو أن الفن والثقافة يفتح العقل ويفتح إمكانية الحوار بين الطلبة على اختلاف وجهات نظرهم، وبالتالي الانفتاح على العالم. النهوض بالأنشطة الثقافية والفنية داخل الأوساط الجامعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين من شأنه صقل مواهب الطلبة وتعزيز شخصيتهم وقدراتهم على الإدماج داخل المجتمع من خلال زرع قيم التسامح والانفتاح على الآخر وترسيخ أسس المواطنة الفاعلة.